طيب من النهاردة إن شاء الله احنا هنبدأ في تراك أو تدريب الويب. هنتعلم ازاي نبني ويب سايت زي ما بتدخلوا على فيسبوك أو بتدخلوا على جوميا أو أي موقع. أي موقع بتفتح البراوزر بتاعك وتفتح جوجل وتكتب يعني اللينك بتاعه وتدخل عليه. احنا في التراك ده إن شاء الله هنتعلم نعمل الكلام ده، ازاي نعمل ويب سايت. طيب الويب سايت بينقسم لحاجتين، فرونت اند وباك اند. هنتعلم يعني يعتبر تو تراكس، هنتعلم فرونت اند الاول وبعد كده هنتعلم باك اند. طب ايه هو الفرونت اند وايه هو الباك اند؟ تعالوا كده على موقع فيسبوك، اول ما بتكتب يعني اول ما بتدخل عليه www.facebook.com يجي لك الشكل ده. طيب اللي احنا شايفينه بعينينا ده والتكست ده والفورم اللي قدامنا دي واللينك ده وكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده الفرونت. كل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، كل اللي بتدوس عليه وبيظهر لك ده الفرونت اند. اللي انت شايفه بعينك هو الفرونت اند، تمام. طيب الفرونت اند ده عشان احنا نتعلمه هنتعلم 3 لغات: HTML بكل اصداراتها، HTML بكل اصداراتها، CSS بكل اصداراتها، جافا سكريبت. تمام جافا سكريبت هتنقسم للبيزكس بتاعت الجافا سكريبت السينتاكس، تمام. وبعد كده هندخل على دوكيمنت اوبجكت موديل وبراوزر اوبجكت موديل، تمام. وبعد كده بقى هندخل على الباك اند. طيب ايه هو بقى الباك اند؟ تعالوا كده نقول حاجة بسيطة. لو انا دلوقتي مش عاملة اكاونت على فيسبوك، تمام، وجيت دخلت اي حاجه من دماغي دلوقتي، اي ايميل من دماغي واي باسورد من دماغي وجيت عملت لوجن، هاي لوجن لا هي هيقول لي لا ان انتي مش عامله اكاونت، وهيقول لي لا روحي اعملي اكاونت. قال لي هيروح هيقول لي روحي اعملي كرييت نيو اكاونت وبعد كده اعملي لوجن بالاكاونت اللي انتي دخلتي بيه. طيب لو انا عامله اكونت وجيت هنا دخلت جيت عملت جايه عايزه اعمل نيو يعني عايزه اعمل اكونت تاني بس استخدمت الميل اللي انا مستخدماه في الاكونت الاول، هل هيقبل؟ يعني انا اصلا اوريدي عامله اكونت، لا تمام، وجيت انا بعمل نيو اكونت دلوقتي ودخلت نفس الميل اللي انا مدخلاه، هيقبل ولا مش هيقبل؟ لا مش هي. مش هيقبل. ليه مش هيقبل؟ هيقول لي اوريدي الايميل ده موجود عندنا. طيب يعني ايه موجود عندنا؟ هو عنده داتابيز، اي حد اي يوزر جديد بيجي يدخل على فيسبوك ويعمل اكاونت بياخد بياناته ويسجلها في الداتابيز، تمام، ولما تيجي تعمل لوجن بيتشيك الايميل والباسورد دول فعلا زي اللي انت عملتهم وانت بتعمل اكاونت ومسجلين عنده في الداتابيز ولا لا. ولو كده تمام هيخليك تعمل لوجن، لو مش كده هيقول لك لا في حاجة غلط، الايميل او الباسورد فيهم حاجة غلط، صح كده. كل بقى الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده داتابيز وبيتشيك وكده هو ده الباك اند. حاجات بتحصل جوه بس انت مش شايفها بعينك، انت هتشوف تأثيرها، هتشوف الريزلت بتاعتها لما يطلع لك مسج ويقول لك ان انت الايميل او الباسورد بتاعتك فيها حاجة غلط، او لما تيجي تعمل اكونت ويقول لك لا الاكونت ده اوريدي توكن، انت اوريدي حد خد الاكونت ده وعمل بيه سوري خد الميل ده وعمل بيه اكونت قبل كده، تمام. هو ده الاختصار البسيط بين الفرونت والباك. طيب عشان نتعلم باك اند، انا قلت عشان نتعلم فرونت اند هنتعلم HTML CSS جافا سكريبت دوكيمنت اوبجكت موديل وبراوزر اوبجكت موديل، تمام. طب عشان نتعلم باك انا عماله اقول داتابيز، يبقى اول حاجه هنعرفها الداتابيز وازاي نكريت سكيما. طبعا مش هدخل بتعمق، مش هدي كورس داتابيز كامل، لا انا هدي على قد اللي احنا هنحتاجه، تمام. ومحتاجين لغه برمجه عشان انا عماله اقول هيتشيك هي فعلا موجوده في الداتابيز ولا لا، هتشيك دي انا محتاجه لغه برمجه عشان اقدر اعمل الكلام ده. فاحنا هنشتغل بلغة برمجة بي اتش بي، تمام.
بس النهاردة بقى هنبدأ. طيب احنا هناخد الأساسيات. يعني ايه الأساسيات؟ انا هديك الأساسيات البدائيات، هناخد الأساسيات اللي تخليك تعرف ازاي تبني ويب سايت فروم سكراتش. فروم سكراتش يعني مش هستخدم اي حاجة متطورة، مش هستخدم اي فريم ووركس، كل حاجة هعملها فروم سكراتش بإيدي. فلو انت عارف الأساسيات بتاع الويب وعارف ازاي تبني موقع وعارف حاجات، يعني عارف البدائيات، فالكورس ده مش ليك. الكورس ده مش ليك لو انت عارف اساسيات الويب فرونت وباك، الكورس ده مش ليك. انا مش هدي اكتر من الاساسيات بحكم الوقت، بحكم ان انا ما اقدرش ادخل في اي فريم ورك او اي حاجة متقدمة. انا هبدأ من الزيرو. انا يعني في الكورس ده هعتبر ان اللي قدامي ما يعرفش يعني ايه ويب سايت، تمام؟ فاللي مش عارف اي حاجة انا هوصل معاه ان هو هيبني ويب سايت كامل بس فروم سكراتش بالاساسيات بس، تمام كده معايا؟ سامعينه تمام. تمام. طيب اول حاجة في الفرونت اند هي لغة HTML. HTML هي اختصار لهايبر تكست مارك اب لانجويج، هي اللغة الأساسية لبناء الهيكل الخاص بصفحة الويب زي العناوين والصور واللينكات والفيديو وكل ده. يعني ايه؟ تخيل كده معايا، دي صفحة ويب، الصفحة اللي قدامي بتاعت فيسبوك دي صفحة ويب. الصفحة في الأول في البداية بتبقى بيضة، مفيش أي حاجة، صفحة بيضة خالص مفيش أي حاجة. تعالوا استنوا، انا اوريدي كنت مكريته صفحه عشان اوريكم ان الصفحه اصلا، ان قبل ما اضيف فيها اي حاجه، صفحه الويب قبل ما اضيف فيها اي حاجه بيبقى شكلها عامل ازاي. بصوا، لا بس دي انا عامله فيها، دي انا اللي ضايفاها يعني، استنوا هشيلها واوريكم الصفحه بيبقى شكلها عامل ازاي. الصفحه بصوا، من غير الجمله دي الصفحه بتبقى بيضه زي ما احنا شايفين كده، مفيش اي حاجه، تمام؟ هنوصلها لكده ازاي بقى؟ الهيكل بتاعها يعني ان يبقى عندي باشمهندسة، كلام زي كده. اتفضل. ما فيش حاجة باينة، حضرتك مش مشيرة الشاشة عندي، ما فيش حاجة باينة عندي. النت عندهم فيها مشكلة يا باشمهندس، النت عنده النت باين عندك عندي انت، كله. النت عندك انت، انا اصلا بتأكد ان هو شغال والدنيا تمام من التليفون بتاعي. طب تمام يا باشمهندس، شكرا. اعمل ليف وبعد كده ادخل تاني، وانا اوريدي بسجل يعني، فلو في حاجة حاضر يا فاتتك باشمهندس. تسجل، تمام؟ بصوا ده تاج هنا كنت عاملاه، هو ده اللي ظهر، فانا عايزه امسحه عشان اوريكم ايه من الاول خالص. بصوا دي صفحة ال HTML، سوري صفحة الويب، مجرد كريت صفحة وفاضية ما عملتش فيها اي حاجة، تمام؟ فلما جيت اروح من للموقع ده من البراوزر فهو فاضي مفيش اي حاجه. فانا بدايتي الصفحه بتبقى فاضيه خالص، ببدا انا بقى احط العناصر اللي انا عايزاها، ببدا انا بقى ابني الهيكل الخاص بصفحه الويب، تمام؟ طيب ايه اللغه اللي هستخدمها عشان ابني الهيكل الخاص بصفحه الويب؟ ايه اللغه اللي هستخدمها علشان يبقى عندي الكلام ده، يبقى عندي الفورم دي، يبقى عندي البوتنز دي، ده بوتن، تمام؟ ايه اللغه اللي هستخدمها عشان يبقى عندي كل ده؟ هي لغة ال HTML. لغة ال HTML هي اللغة الخاصة ببناء هيكل الصفحة، تمام؟ زي ان انا احط عنوان، صورة، لينك، فيديو، كل الحاجات اللي انت بتشوفها، كل العناصر اللي انت بتشوفها في صفحة الويب هتقدر هتتعلمها في اللغة دي وتقدر تستخدمها. طيب علشان نتعلم ال HTML محتاجة حاجتين، محتاجة تكست اديتور عشان اقدر اكتب فيه الكود، عندك فيه كومودو اسمه كومودو اديت، وعندك في اتوم، وعندك في نوت باد بلس بلس، وعندك فيجوال ستوديو كود. انا عن نفسي اللي انا معلمه عليه بالاصفر ده، انا عن نفسي هشتغل بفيجوال ستوديو كود.
تمام. انا عن نفسي هشتغل بفيجوال ستوديو كود تمام، ومحتاجه حاجه تانية، محتاجه احنا قلنا محتاجين حاجتين، التكست اديتور اللي انا قلت هشتغل على فيجوال ستوديو كود ده عشان اقدر اكتب الكود، ومحتاجه انترنت براوزر عشان اقدر اشوف الريزلت بتاعه الكود اللي انا كتبته. المفروض ان احنا هنعمل ويب سايت، وانت عارفين ان اي ويب سايت بنيجي نفتحه بنفتح البراوزر، بتفتح اي براوزر عندك وتبدا تسرش www.facebook.com صح؟ طيب برضو ده احنا بنبني براوزر، بنبني ويب سايت علشان اشوف الريزلت اللي انا عملتها في الكود، لازم اشوفها من خلال انترنت براوزر تمام. الموضوع هنا مختلف شوية عن لغات البرمجة اللي احنا اتعاملنا معاها. احنا لغة البرمجة كنا بمجرد ما بنكتب الكود وبندوس رن بيظهر لنا الريزلت او الاوتبوت تحت، لا هنا الريزلت هتظهر من خلال اي براوزر، لان لغة HTML لغة توصيفية ببناء، لغة توصيفية خاصة ببناء هيكل الصفحة وليست لغة برمجة. HTML مش لغة برمجة، HTML لغة توصيفية خاصة ببناء هيكل الصفحة، لغة توصيفية مش لغة برمجة تمام. طيب احنا عندنا براوزر زي حاجات كتير، كروم، فايرفوكس، اوبرا. انا عن نفسي هستخدم اوبرا، انت ممكن تستخدم اي حاجة انت عايزها تمام. لو عندك كومودو اديت، لو عندك اتوم، لو عندك اي حاجة من الحاجات دي، لو عندك الفيجوال ستوديو كود هتبدأ تشتغل معايا. طيب الناس اللي مش عندها اي حاجة وعايزة تشتغل مثلا بالفيجوال ستوديو كود زي، هتعمله داونلود ازاي؟ هتفتح جوجل وتكتب داونلود فيجوال ستوديو، داونلود فيجوال ستوديو كود تمام، وهتدخل على اول لينك اللي انا عامله عليه علامه صح ده تمام. وبعد كده لما تدخل عليه هيظهر لك الصفحه دي. الناس اللي هي عندها ديسكتوب، الناس اللي هي عندها الماك بوك، وفي للينكس تمام، فراحتك على حسب الاوبريتنج سيستم اللي على جهازك، وتشوف هتنزل اي فيرجن منه تمام. ممكن بعد اذنكم الناس تبدا تنزل علشان اضمن ان انتوا هتشتغلوا معايا عشان نطلع باكبر استفاده، يعني اللي انا هعمله عايزاكم تعملوه عندكم ونشوف الدنيا ظهرت ولا ما ظهرتش، عشان نطلع باكبر استفاده من الكورس واكبر استفاده من الوقت. احنا اصلا الكورس 15 ساعه في الاسبوع، 5 ساعات يوم السبت، 5 ساعات يوم الاثنين، 5 ساعات يوم الثلاث، وانا الاسبوع ده هبدا معاكم بالراحه شويه عشان ده اول اسبوع. يعني انا هقسم ال HTML يعني المرة دي والمرة الجاية والمرة اللي بعدها شوية، والمرة أو التالت مرة اللي هي يوم التلات هدخل في CSS وكده. أنا ماشية بالراحة، أنا كنت هخلص ال HTML في يوم واحد تمام. فبعد إذنكم اللي مش عنده أي تكست إديتور يبدأ يحمل ال Visual Studio Code ويعمل له سيت أب عشان نبدأ نشتغل. في حد هيبدأ يحمله دلوقتي؟ أنا يا باشمهندس بحمله دلوقتي. طيب أنا هستنى لحد ما الناس تقول لي الدنيا تمام. أوقف التسجيل ولا وبعد كده أبدأ أسجل بعد ما نتكلم تاني ولا إيه؟ على أساس إن أنا ما بقولش حاجة هنا، فأنا هوقف التسجيل وبعد كده أبقى أسجل تاني.